طيب انت تقول ايه للمتنصر اللي عرف النعمه والرب يسوع يعني بالنعمه اختاره واظهر نفسه ليه وهو صامت ما بيتكلم ما بي ومختفي ومش عايز يبشر ولا عايز يتكلم ولا عايز يقول اختبار؟ تقول له ايه؟ ماذا تقول له؟ يعني انت عارف الوضع بتخلف، يعني لو واحد في بلد اسلاميه صحيح يعني في خطر عليه في البلد الإسلامية إنه يطلع ويبشر يعني. عشان كذا الواحد لازم يكون حكيم، يعني الرب قال كونوا حكماء كالحية لكن أبرياء زي الحمامة. You know بالإنجليزي you know be as wise as a serpent as harmless as doves. يعني عشان هيك يعني في منهم بالسر، وفي البداية ممكن لازم يكونوا هيك، خليهم ينمو في الرب. أول شيء اتعلم عن المسيح، اتعلم عن الإنجيل، اتعلم عن الكتاب المقدس، اتعمق في تعليم المسيح. ويعني ممكن عن طريق الإنترنت، ممكن بتقدرش تروح على كنيسة، كثير بتقدروش يروحوا على كنائس. أيوة صح. والكنائس في الشرق الأوسط كثير بيقولوا الكنيسة الصغيرة في الشرق الأوسط ما بتقدرش تأخذ الأعداد، تأخذ المتنصر فيه عشان كل العيون عليه وعليهم. شايف؟ عشان هيك خطر. الكنيسة الكبيرة ممكن يروح واحد المتنصرين فيها، لكن عشان هيك وضع المتنصر كثير صعب في الشرق الأوسط. وممكن في البداية يتلمذ عن طريق الإنترنت، في برامج كثير، في على يوتيوب انت وابونا زكريا وكل البرامج اللي على يوتيوب مشان يتلمذ يعني. امين امين. بس انا غيور وبحب احنا كل اللي عرف النعمه يطلع ويتكلم، خاصه اذا كان في امريكا او في اوروبا. في امريكا بتخلف الوضع صح، او في اوروبا، او ما تسكتش. مش انت تغير اسمك، you change your name and that's it. لا، انت مش مسيح حبيبي، انت مش انت 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 بتنكر يسوع. عموما انا كنت عايز اتكلم عن خدمتك الان. اوكي، what do you do now؟ الان تعرف انا كنت اول شيء، بس في حاجه صارت لما كنت في الشرق الاوسط. انا اكتشفت قوه التلفزيون المسيحي في الشرق الاوسط. صح. الرب في أيام لما كنت أنا هناك التلفزيون كان كثير كثير مؤثر، يعني صح. برامج أبونا زكريا، وتعرف كان في كثير مبشرين يعني. بس أنا أكثر إشي كنت ألاحظ تأثير أبونا زكريا في الشرق الأوسط، يعني أنا شفت بعيوني. أيوة طبعا، كل يعني عشان كنت عايش هناك وكل الناس عارفينه وبكرهوه، بدهم يكسروا التلفزيون. لكن ما بيقدروش يطفوا التلفزيون، لازم يتفرجوا ويسمع كل كلمة ويحرق دمهم. وعشان كذا أنا لاحظت تأثير تلفزيون يعني. وبعدين في 2007 أنا تركت الشرق الأوسط ورحت على أوروبا 3 سنين. لما كنت في أوروبا كمان اشتغلت مع قناة تلفزيون، يعني كنت أعمل زي ترجمة هيك من عربي لإنجليزي، شغلات بسيط يعني. بس اتعلمت عن إنه هذه خدمة التلفزيون هذه حاجة مهم جدا. وبعدين لما رجعت على أمريكا في 2010 اتعرفت عليك على حضرتك. أيوة. وكمان كان في لي صديق بيطلع على TBN وهو جابني، وهو قال لي بدي اياك تطلع معي على التي بي ان عنده على التلفزيون، وطلعت مع بول كراوتش على التي بي ان. طلعت 4 مرات على بول كراوتش. كان هو كثير بكيف على المسلمين اللي بيجوا للرب، كان ينبسط. ربنا يرحمه، كان من رائع، انسان رائع، كان خدمته رائع. وبعدين عن طريقته انا اول مره طلعت مع بول كراوتش على برنامج كبير، قالوا لي ممكن بشر المسلمين بالعربي.
يعني البرنامج انجليزي بس قالوني ممكن تحكي رسالة الانجيل بالعربي. الله. وحكيت رسالة الانجيل. تعرف يوم بعدها انا كنت رحت هناك على تي بي ان وكنت قاعد برا عشان كنت بدي اشوف واحد هناك في تي بي ان. واجت لي واحدة هي مسؤولة على التلفونات في تي بي ان. قالت لي لما انت كنت تحكي بالعربي أجانا مسلمين كثير 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 اللي تلفنوا وسلموا حياتهم للمسيح. يعني كانت هذه زي هدية من الرب إني أعرف نتيجة الخدمة على التلفزيون يعني. أمين. بس بعدين وكمان نفس الوقت تعرفت عليك وبعدين معك أنا رحت وبدينا مع قناة الطريق. قناة الطريق. أيوه. وكان في واحد مصري مسكها. عملنا عملنا برنامج جوزيف جوزيف نصر الله صح. وبعدين كمان عن طريقك انت عرفتني على ابونا زكريا. ومن خلال هذه المعرفه انا بديت اخدم مع قناه الفادي قناه ابونا زكريا وعملت برنامج عندهم بالانجليزي لمده تقريبا 10 سنين. يا 10 سنين.